بعد سنتين وسنقوم بزرعها. إذن سنقوم بزرعها هنا بجانب شجرة الجوافة. لاحظت بأن هذه الشجرة ضعيفة، ولاحظت ملاحظة أخرى أنها انسجمت مع شجرة الحوامض. لاحظوا الجوافة وكذلك شجرة الحوامض انسجمتا معا، هذه شجرة الجوافة في هذه الجانب وشجرة الحوامض البلدي في هذه الجهة. والمعروف على أن التطعيم عن طريق الجذور يؤدي، عن طريق الجذور تأخذ الجوافة طعم الحوامض وتأخذ الحوامض طعم الجوافة عن طريق الجذور، وهي طريقة مجربة، تطعيم عن طريق الجذور جربتها عندما قمت بغرس الزعتر بجانب الألوفيرا، فلاحظت بأن الألوفيرا صارت فيها رائحة الزعتر، لأنني زرعت بين الزعتر، هذا هو الزعتر مزروع بين الألوفيرا، لذلك فنسمة سبحان الله الزعتر في الألوفيرا. هكذا إذن سنزرعها هنا. هذا سماد الدواجن، عندما أزيل الأقنان ونحولها من مكان إلى آخر يبقى السماد، سماد الدواجن كي أستفيد منه. إذن سنقوم بإضافته إلى الشجرة. هكذا إذن، والهدف طبعا أن يصير أو يتحول الشجرتين الجوافة والحوامض إلى هذا الشكل. والآن سنقوم بالسقي بمنشط مني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.